وسهلا ومرحبتين. يا مرحبا. شخبارك؟ الحمد لله. كيفك؟ اول شيء نورت الرياض حبيبتي. ثاني شيء بالله كيف اول مره؟ اي اول مره. طيب ايش رايك؟ والله حبيتها، ميتة فيها، بس الزحمه عادي تعود عليها، عادي صارت روتين. يعني احس يعني most of my time في السياره من في الزحمه. انت مو كذا ابدا في الامارات؟ كذا بس يعني مش الكثير، يعني 30 minutes نص ساعة وبس. حلو. ايه هوني ساعتين يمكن. عودنا مرة عادي. ايه طبعا راية انا اموت عليها، اتابعها دائما حبيبتي. اتجنن اتجنن اتجنن. مرة انبسطت لما قالت لي يلا نسوي ميك اب، مرة صراحة انبسطت، قلت يلا ننطلق. وطبعا جايتني من الامارات، تدرين انا كل الوقت على بالي من الامارات ولا احس الاغلب ترى زيي ما في، يقولون يعني شكلي اماراتي يعني بس لبناني كم مره. صدق صدق يعني الفايب واللبس والحركات والستايل امارات امارات. طبعا رايه وسعنونه، تدرين سعنونه مره كوتة. وش وجهك؟ شو تحسين؟ احس قوس، ما اعرف كذا احسك، ما ادري وشو. سرطان. يعني خلاص بس انا السنسيتيف وان والانو ذير ماي سبورت. طبعا ترى مستحيه وانا مستحيه، كلنا مستحيين اول لقاء. انا مستحيه على الكاميرا صراحه، مش ما اتكلم وانا اذا شفت اللي قدامي يستحي استحي معه ما ولا. طبعا رايه من لبنان. اي من لبنان، واسم اللي عليها طول عمرها اتوقع في الامارات، عشان كذا حبيبتي كل شيء بس الشكل معك من وين اجى الكلام؟ طيب ضابطه كلام ايه من زمان، بس يعني انا تعلمت عربي لما كنت عمري 13 في هالعمر. ايه عشان بتكلم، انا بتكلم فرنسي اكثر. إيه. اول لغه وثاني لغه انجليزي واخر شيء العربي. شوية بس يعني أخلط كل شيء مع بعض، كله ميكس مع بعض، كله ميكس كوكتيل خليجي كوكتيل. عازم رايا اسم الله عليها قمر، صدق قمر ما شاء الله تبارك الله. قالت لي تقولي واعد ان انا ما يلوق علي الميك اب الكثير، وانا ما احب اصور في الكاميرا واجد اشياء، صح؟ very picky. احنا بنسوي اليوم على ذوق رايا. قلت لها طب ايش رايك وش بنسوي اذا احنا يعني مثلا ما تبي شيء ثقيل مو بخاطرها تبغى؟ قالت لي وعد رايا بخاطرها اليوم، تقولي وعد ابغى البشره تكون صحيه وجلوي وطالعه كانك لسه مسويه فيش الاشياء بدون كميه كبيره من الميك اب، وبنفس الوقت ما تبي على العين شادو كثير او سموكي كذا جلوي لوك. تدرين يعني لما قلتي لي انبسطت مره، قلت شرايك حتى انت نسوي اليوم التوتوريال شيء مختلف، وشو ايش احلى تريكس ممكن تسوينها في الميك اب تعطي الشكل مره كذا نظر وفي حياه بدون حوسه، لكن نغطي الوين بدون شرح كثير، يعني مثلا تحت العين، فهمتي الخدود الهايلايت احلى اماكن كذا، فوق العين لون واحد، تحت العين عشان عندي كثير شو اسمه هو لي دارك سيركلز ما شاء الله، احس يعني مره سهل مره اوكي. طبعا انتم شايفين العدسه احنا معلش عين وعين، تاخذ العقل ووسعت لها عينها بشكل يجنن، طبعا يعني فرق رهيب يجنن عليك مو بعادي، ومعطي عينها كذا نظره كذا البريئه، وهي اصلا خلق عيونها تجنن ما شاء الله، فعليك ياخذ العقل تخيلي. احس حتى لون العين بحط يمكن بس جليتر كذا. الشيء الثاني اللون عليها يجنن. طبعا خلاص قلنا بنسوي اليوم للبشرة نبغاها مرة قلوي معاكم بدون فلتر بدون أشياء. أول شيء راح نسويه أباك تحطين ولا تدرون أنا حطيت لك مرطب صح؟ ما حطيت لك ولا شيء بس مرطب شفايف. تدرون ما راح أحط لها اليوم مرطب، كنت بحط لها
هذا أبوريكم اللي بستخدمه السيسي كريم كيف ما يحتاج حتى مرطب قبله. شرب تطلع كأني حاطة أحلى كريم في الدنيا وما يحتاج تخيلوا ترطيب قبله. أنتوا شوفوا معي ما حطيت له ولا شيء. أوكي يلا جاهزة نبدأ؟ جاهزة. يلا أول شيء راح أسويه، طيب راح أستخدم لك على لونك دايركت السيسي كريم، بحط لك رقم 2 و1 بسوي لك ميكس مع بعض. اوكي شوفوا بستخدم لها هذا اللونين من كاريسا، هذه رقم 1 وهذا رقم 2 السيسي كريم، بشوف وش احلى عليها وانتوا شوفوا معي. اوكي هذا رقم 2. هو يعني يعتبر فاونديشن ولا يعتبر؟ انا ابغاك بسالك سؤال، وش معاناتك بالفاونديشن صراحه؟ انا صراحه ليش تكرهينا؟ ما اكرهها بس انه بحب الكريم ال يعني تحبين يكون شكل بشرتك يعني سموث مش انه مبين حتى شيء يعني صح؟ إيه؟ شوفوا هنا بنات هذا رقم 1 وهذا رقم 2. اوكي ابوريكم ناخذ شيء بسيط وبحط لها اياه هنا وبدمجه بهذا الشكل، هذا رقم 1. اوكي تمام شفتوا كيف؟ هذا رقم 1. رقم 2 باخذ لها اياه بعد وبحط لها هنا وبشوف وش احلى على بشرتها. ايش رايكم؟ انا حسيت 2 صح بنات، احس 2 على بشرتها بيرفكت، اصلا ما اشوفها لهالدرجه. شوفوا تشوفون شيء من كثر ما انه مدموج، كأنه حطيتي مويسترايزر على وجهي. بالضبط هذا اللي انا دائما اقول للبنات، كانه مرطب عشان كذا انا ما حطيت لها كريم. فابى احطه على كل بشرتها، ابغاكم تشوفون معي. ابى اخلط لها 1 و2 ما عندي اي مشكله مع بعض. شفت الكميه هذه؟ هذه بتسع البشره ولا شيء حرفيا ولا شيء. اوكي شوفوا تحطينها بهالشكل وتبدين تدمجينه. رقبة عادي وما في طبقة، ما يعطيك شكل، عرفتي اللي تحسين احيانا كذا كتمة، تحسين اوكي شكلك حلو بس كتمة الشعور. هذا ما في، خليك عادي. ايش شو البرودكت عم تستخدميه؟ كريسة. كريسة موجود؟ لسه ما خلصت. ما شفتي؟ اوكي خقت على الشعور بس انه بارد، تقولي كأنك حاطة فيكسر على وجهي. شوفي انت لسه ما شفتي الفاينل ولا شفتي النتيجة اصلا. شوفي فوق وعادي يجي تحت العين. طيب وتعرفين حتى تحت العين وشو الصباح صح مو حلو شكل الاشياء؟ ايه هذا تخيلي تحطينه دوام تحت الشمس يعني كانه كونسيلر ولا جاهزة؟ شوفي او واو يا خيال كانه جلدي. شفتي هذا جلدي؟ انا لا لا والله يعني طبعا قولي مش قاعده تشوفين في الواقع صدق يعني الفرق انه افتح وبعد ايش حسيتي؟ كانه فيشو، كانه سويتي فيشو على وجهي. شوفي الجهه الثانيه وقارني، شوفي ايش حسيتي؟ ما بشوف الجهه الثانيه. لا لا عادي بالعكس حلو، بس ايش حسيتي؟ لا حاسه يعني فرق انه مفتوح يعني بشرتي مفتوحه فريش. وبعد بنات وشو لاحظوا كأنها حاطة هايلايت وأنا مو حاطة لا ترى ولا نقطة هايلايت، عرفتوا الفونديشن نفسه السيسي كريم تحسينه مرة صحي؟ إيه يعني أنصح فيه مو من قلبي، من أعماق قلبي بشكل مو عادي. طب بقول لك شيء ثاني، بحط لك الحين كونسيلر طيب وبدمج معاه رقم 1. أوكي أنت بالعادة صح لما نحط كونسيلر تحسينه ثقيل حلو شكله بس بالواقع ثقيل. أوكي ابدمج معاه رقم 1 وبالله صدق ابغى تعليقك صدقي ايش رايك فيه. احط لها كونسيلر، شوفي عادي ستريت، لا 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 عادي شوفي الكاميرا. طيب لاحظوا من وين ببدا بنات؟ فوق من عند الحفره من البدايه بهذا الشكل وما اخلي فيه اي فراغ. حلو واحط لها من طرف العين بهالشكل. حلو وما ادمجه اخليه زي ما هو، اباخذ رقم 1 ضغطه كامله. حلو وبحط سوري هذا بنات رقم 2
حطيتها بالغلط، بحط لها رقم واحد. وشوفوا هذا وانا غلطانه وحاطه طبقه، ما راح يصير اي طبقه تحت العين، بالعكس خلي تحت العين منور. شوفوا رقم واحد كيف لونه الفرق، عشان كذا انا مره احبه. مع اي كونسيلر، اي كونسيلر ادمجي، شوفوا الكميه اللي حطها عادي، ادمجي معاه رقم واحد وشوف الجمال. بحطه هنا ينور وبحطه هنا، واخليه شوي بعدين ادمجه ببيوتي بلندر. بنات الكميه تحسونها مره كثيره، طيب لو انها كونسيلر عادي او فونديشن عادي، بس لانه هو كانه كريم، كانه كريم حق اليد محطوط مع لون، عشان كذا لما اكثر ما احس انه وجهه طبقات، ما ياثر علي ابدا. اخليه زي ما هو. يلا الحين ببدا ادمج، لازم اسفنجه. اوكي بنات شوفي فوق، هو قوام لتحت العين بس يبغى له سفنجه. هو شو الفرق مع السبنج؟ السفنجه لانه مره خفيف، مره خفيف، طيب تحافظ لي على التغطيه حقتها، ما تشيلها، فهمتي؟ الفرشه ممكن تخفف لي من التغطيه، بس الفرشه احلى مع الكونسيلر، عرفتي؟ مع الاشياء اللي شوي اثقل، بالعكس تخليها حلوه. شوفي فوق هنا. الحين شفتي مثلا عند العين كذا احتاج اوزع زين، غمضي هنا عادي الفرشه اشيل. شوفوا الجمال، خليك ستريت، شايفين؟ ابغاك انت تشوفين الحين دورك، طيب ما يبغى ولا شيء ابدا. واو اتس سو ناتشورال، شفتي؟ ايه انا مو طبيعي. نستخدم البلاش طبعا، بختار لها هذه الدرجة رقم واحد، تاخذ العقل كأنها موية من كريسة، بعد نفس الشيء شوفوها تنت. أبغاكم تشوفون اللون على الخد كيف، ومرة كأنه موية وصحي. بحط لها إياها بهالشكل، شمي ريحتها حلاوة صح؟ صدق إذا تلكيني. لا لا صدق، بس أنا ما عندي سويت توث، ما احب السويت. ما تحبين السويت؟ بس احب الريحة. شوفوا بحطها بهالشكل، طيب التنت هو للخد للشفايف بعد بنفس الوقت، مرة ناتشورال مرة طبيعي. هذه طبقة ثانية منه، ومرة يبين شكله صحي وطبيعي وثابت، وما في مو فسفوري. هذا اللون البينك من التنت، بحطه بعد الخشم. احب هالحركه، واحب البلاش احطه شوي عند الحواجب وكذا، عرفتوا؟ شوفوا كيف بنات الفاينل والنتيجه حقت التنت، في حركه مره حلوه. احب البلاش يجي تحت العين من هنا حتى حوالين العين. بجرب لها اللون البراون من التنت، تشوفونه كيف على الشفايف. قد شفتوا تنت براون؟ شوفي كيف كأنه تاتو حرفيا. ياخذ العقل عادي عادي، خليك عادي، اي ريلاكس. شوفوا كيف اللون بالعادة، صح دائما التنت فسفوري يكون لونه فاقع. شوفوا هذا شو اللون براون؟ هو مكتوب براون بس انا حاسه بينك براون. لفي عليه، حتى هو ريحته سويت. ايه حلويات. اشوف لفي عليه. ايه ايوه برافو، شوفوا كيف اللون. واو يجنن عليك، يجنن. بحط لها الحين اللوز باودر، طبعا اتوقع عشق البنات هاللوز باودر، بوريكم طريقة استخدامها الصح. طيب اسفنجة مرة حلوة، مرة حلوة، اتوقع تكفي 10 سنين لك انت وعيالك لهالدرجة. تخيلي مرة بيبي باودر، مو بعادي كيف تطول، ورخيصة مرة، يعني صدق صدق ما تخلص ابدا. تحطينها على يدك وتشيلين الباقي بهالشكل، ابدا ما تاخذينها مباشرة. شوفي فوق، حلو شوفي فوق فوق، برافو. حطيتها كذا طبطبة تحت العين، وتعطي فلتر
يجنن يجنن يجنن. اوكي شوفي ستريت تاخذ العقل، صدق صدق تاخذ العقل. واو الايش اللبتن شو يسوي؟ يخلي الشفايف. تعرفين لما تسوين تاتو شفايف؟ قد سويتي؟ لا ولا مره. حلو. شفتي لما تسوين تاتو شفايف تحسين كذا اللون اللي كذا مره طبيعي مو فسفوري، وبنفس الوقت انت ما تحبين طبقه على شفايفك روج طول الوقت. مثلا انا زي ما احب طول الوقت روج، احب البلاينر يعني كانه الكوريان لوك الكوري. ايوه برافو عليك. تشيري لوك. وبعدين بحط لك جلوس فوقه وشوفي كيف النتيجه. اوكي مره مره حلو عليها. شوفي هنا. ايوه عادي خليك عادي. ايه ولف الجهه الثانيه، لسه ما حطيت لها فيكسر ولا شيء، مره طالع صحي. طبعا الحيش بسوي عشان يكون الشكل صحي اكثر واكثر، ومره كذا ما داخل في بعض. برش لها فيكسر بس. شو بنات لازم تغمض وما ترمشين ابدا وما تضحكين عشان ما يصير خطوط. اوكي يلا ريلاكس. مره مره غمضي، انت بتسحين. اوكي بحط لها اياها ثلاث ضغطات. شوفوا كيف الفاينل ياخذ العقل. شفتي كيف المنظر حق الباودر اللي تو بنات كله راح؟ البشره صحيه. شوفي ايوه يجنن. مو سهل، ما طولنا ابدا. طبعا نجي عند العين. ايش رايك؟ ايش ودك العين؟ انت شو تحسين؟ تبغين احط لك جليتر؟ جليتر بس يعني خفيف احس. يعني جليتر كذا اللي كذا حركات، فهمتي؟ يمكن. شوف I trust your hands. اوكي اوكي. يعني شوفوا هو مو حماس اللوك كثر ما انه تعرفين ما البنات اللي ما يحبون ميك اب ويقولكم ودي اكشف اليوم اللوك حقي. صح؟ احس يعني الجلتر يمكن يعني على السيلفر ذهبي يعني بين هاللونين. جوي السيلفر. لها رقم 6 زي شوي يبغى لها شاين حسيت. طيب يا دوب يا دوب بنات مسحه استهبال يعني شيء بسيط مره. طيب بس بحط لك شيء خفيف هنا احس نقطه 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 حتى اعتبر كثرت. طيب اشوف. شوفيني ودي هنا احط في النص. طبعا انا ما احب كونتور الانف أبداً. اما تحبين؟ لا انت ولا يعني خفيف يعني احب احط عليه. ما بغير غير الشكل. ما يتغير ما يتغير ترى، بس يبين يعني والله صدق ما امزح يبين خطوط كذا. بس احب احط عليه برونزر يبين شيء سمبل. بس انا ما احب اغير يعني شكل خشمي عادي يجنن اساسا. بس انه يعني فهمتي عليش قصدي؟ احط عليه كذا تان كانه تان. لما تسوين تان اللوك هذا اللي احبه يعني على البلاش البلاش الخشمي. بس هذا اللي احبه. طبعا ايش بسوي لها الحين؟ بحط لها على عينها. شفتوا بنات كذا؟ هذا رقم 6 بس يعطيها شكل حلو. افتحي عينك شوفي الكاميرا نظرة بس كذا حلو حلو. بعدها الحين بحط لك الجلتر. يلا غمضي بوريها. بحط لها بنات بحط لها جلتر حق فنتي. عرفتوا هذا الباليت اللي كل احد يحبه؟ كأنه موية. وكذا بحط لها اياها. شفتوا فتحة العين من هنا؟ انا اعشق هاللوك، اعشق 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 اصلا. كل احد يعني يدري اني احلى شيء احبه على عيني. افتحي رمضي. واو يجنن عليك. شوفي فوق فوق اشوف. شوفيني كيوت يجنن. لها نفخة تحت العين. شوفي فوق سمايل سمايل أكثر. أيوة أحب هذه النفخة ترى أنا مرة مرة أحبها هذه. أحب أبينها أصلا عكس الناس. أنا تجنن عليك أمنيتي ما شاء الله. تحت عيني كذا منفوخ أموت على هاللون. حلو تحسين؟ عرفتي هذه النفخة؟ انا عندي نفخه بس ما بحب النفخه. هو من النوم احس تزيدين اموت عليها. خلاص ما حنام من هاليوم ولا رايح. عرفت شلون؟ يعني احس مره تحلي بس هو من النوم. لا لا النوم. ما ادري بس هذا يعني شكل العين. يعني لاحظت لما تعجبني عيون دائما الاحظ ان فيهم نفخه، فعرفت ان هذا ذوقي. احبها 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 مره.
الحين على الحواجب بعدها الهايلايت الاشياء اللي كذا بس شوي ما واحده نخلص السكن. طيب باخذ هايلايتر حق الفاي طيب وبحط لها اياه بوريكم تريك مره حلوه. طيب هذا الهايلايتر اباخذ يا دوب كذا تاخذين حرفيا تشيلينه بيدك. طبعا انا مدمنه هالحركه شايفه بس اهم شيء طبطبه بنات مو بسح. حلو عشقي 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 هالحركه. اوكي بحطها هنا وهنا اشوف شوف هنا حلو فوق ما نكثر عند اللوز باودر. اوكي شوفي على جنب يجنن. تخيل بدون رينج لايت بدون اضاءه بالله عليك ايش مشغلين اضاءه؟ لا تحطين اضاءه. لا انت ايش قاعد تشوفين في اضاءه؟ لا ما في شيء. في رينج لايت؟ لا ما في شيء. وش الاضاءه اللي فيه؟ الناتشو سان لايت. تخيل حتى ما في شمس غيوم اليوم. لف الجهه الثانيه شوفوا هي بشره تاخذ العقل بس فهمتوا كيف ان يعني ما شاء الله عرفت شو الجلو شفتيها كذا الدوره. اموت على هالميك اب اموت عليه هذا احلى ميك اب بالنسبه لي انا بالنسبه يعني لي انا ترى انا قلتها ابغى شيء ناتشرال هيك يفتح النفس. أيوة مره حلو عدسات. والحين الحواجب بنسويها انت ترسمين حواجبك؟ مو كثير بس شوي يعني على الطرف احس اي ما يبان انا اي بس ماسكه حتى تمشيت بس احبه جدا 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 جدا. طيب اول شيء راح اسوي بس بعبي لها شوي الفراغات مو كلها يا دوب. شفت الكسره اللي هنا بطول لها حاجبها. طولين حواجبك في العاده؟ بس شوي خليك ريلاكس. طيب بعدين بحط المسكرة بعدين ارسم شعرات بس الحين كاني احط ظل عرفتوا؟ بس ابغى ظل خفيف. باخذ الماسكارا حق الكريسة هذه اللي اقول لكم ما تطلع لون لو ايش ما يصير. شوفوا بنات الحاجب شوفين ستريت لا ستريت ستريت مره حرفيا رفع لي الحاجب من المنبت اللي هنا شوفوا كيف بشكل مره ناتشر. طبعا الحين نشف. طيب بالعاده لو ينشف مثلا نسوي كذا شو يصير يطلع لون ابيض ولا نقطه بيضاء وعادي. تخيلوا ارجع ارسمها بكل اريحيه وأحط مرة ثانية شوفوا أحط لها الحين البلاينر راح أختار لها رقم 8 حلو اوكي سكري عادي شوفوا بحط لها اياها بهالشكل جاي على بني. انت تحبين هذه الدرجه اشوفك تيك توك دائما. اي خليك عادي ريلاكس. اوكي لفي وهذه الدرجه ليش بعد حلوه بنات تصحح لكم اللون اذا كان في تصبغات او شيء. ابوريكم الحين شيء ما حلو.